النبي من أي من خليل ونحن كمنظمة عم نقوم على أكمل وجه بواجبنا اتجاه المجتمع. كل شيء ما يتطلب بنا نحن مستعدين، ونحن اليوم من الصبح إن عمل مضني، عم نعمل من الساعة تقريبا من 9 صباحا للساعة 2 ظهرا، عم نوزع المعونات والمساعدات. هي عبارة عن 15 كيلو زيت، عفوا 15 كيلو رز، 7 علب زيت، وفي سلة كمان محتوياتها سكر وملح وعدس وهيك شغلات كمان. وعم نقوم بواجبنا، الشيء اللي طلبناه احنا جاهزين عم نعمل. نتمنى يكتر المنظمات لما يكتر بيساعدوا العالم، في عالم فقراء كتير، نريد يعني لما يكتر المنظمات يصل الخدمة إلى بيوتهم بدون عذاب، بدون ما يعذبوا حالهم يدوروا وين المنظمة يروحوا، إذا يكتر المنظمات يصل المعونة لبيتهم بكل السهولة. هلا في لنا فريق كمان عم بيروح بشكل يومي على الدشة وهجين عم يوزع. هلا نحن كمان هون بالقامشلي عم نوزع السلال الغذائية، ونحن كمان لنا حملات من مناطق الدير ودير الزور والرقة تقريبا بشكل شهري عم نروح نوزع هونيك ونرجع.